سون بروديكتور. بصح انا انتم عندكم لي ديستريبيوتور تاعكم، عندكم لي بوينت بون تاعكم، ماذا بينا هذا السعر نلقاوه عند لي بوينت بون؟ عملناها فقط من ايه، باسكو ما يديوها لناش في الطريق، ماشي تخلوها انتم يدوها لناس واحد اخر. انا واش نبحث عليها ندير لها لي مارشي هكذا دو بروكسيميتي سينو دو ديبوزيتور دونك عم يطبقوا الاوامر كما اللي امرتوا بها. انا تبعونا هما لي ديبوزيتور تاعكم، تبعوهم على الاقل باش انتم راكم درتوا مجهود لازم المواطن يحس به، ماشي يقول له لا لا هذه اللي شريتها غاليه وكذا. انتم كحكومه درتوا يا احنا والله غير كيما نراقبوا صحافه معنا والله ما نقدروا، كيما تزيروهمش انتم والله ما نقدروا لهم. الله يبارك بارك الله فيكم. الحمد لله ربي يوفق. واللي زوت برودوي الله يبارك. زيت شحال درت فيه؟ 59. 59 اوليو اوليو دو 65. احنا شوف في شهر رمضان ان الحكومه بتعليمات من السيد رئيس الجمهوريه بدينا في تحضير هذا الشهر من مده اطول، يعني ما حضرناهاش لا باي، بدينا من ثلاث شهور واحنا اكثر في بعض الاحيان، لان بعض المواد اللي نستوردوها من الخارج تتطلب وقت باش دير لا كوموند وباش تشحنها وتلحق للسوق الجزائري، وبالتالي خذينا قرارات في وقتها. الحمد لله نظن بلي السوق الجزائري اليوم راهي تقريبا يعني ممونه بطريقه يعني لا باس بها، نامل اكثر ان شاء الله. كذلك من طريق عن طريق الاسعار، يعني نظن بلي الاسعار هذه السنه عرفت نوعا ما انخفاض في بعض المواد وارتفاع في اخرى، احنا نحاول اننا نعدل في هذه المواد. نشكر المنظمات الاقتصاديه كريا خاصه انهم خذوا قرار باش يرافقوا المستهلك الجزائري في صيام شهر رمضان، وكذلك احنا خذينا اجراء هما نخفضوا من 10 ل 15 ل 20 حتى ل 25% من الاسعار من المواد الواسعه الاستهلاك، وراكم شفتوها اليوم في السوق ووقفتوا عليها انفسكم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.